أعلننا منذ قليل بانطلاق مشروع في الأسابيع القادمة ل 500 ميجاوات في الجنوب الكبير بين الشراكة مجمع سون الغاز وسون أتراك بفرعه اس كي او للمناقصة راح يعني في الأيام هي مناقصة وطنية إن شاء الله في الأيام القادمة اللي راح تسمع بالجزائر كذلك بولوج مكانة جيدة في تنمية هذه الطاقة الخضراء اللي هي تحمي البيئة. هذا الإعلان قمنا به لأنه يمشي في صلب استراتيجية مجمع سون الغاز فيما يخص حماية البيئة والتنمية المستدامة.